حج ايش نشوف الاجواء باب جديد يعني خاصه معك اصدقاء طيبين والله تقبل اجواء رمضانيه اي والله ايه متى جيتوا اليوم جينا من بغداد من بغداد اهلا وسهلا بك ام فطار جايين زين انت جاي قبل على الموصل والله الموصل عايش بها يعني عايش قبل زين حاليا شو نشوف الموصل صوره عامه يعني اكو تغيرات هوايه نحو الأحسن. أنت وظيفك اليوم شو نشوف باب جديد؟ والله متغيرة كثير. كثير. نحو الأحسن. أحلى. إي أنظف وأحلى وشوارع كلها منورة. أكيد عندك أصدقاء بغداد، ليش تقول لهم اللي ما جو؟ اللي ما جو ندعوهم قوم تعالوا شوفوا الموصل تغيرت. وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير إن شاء الله وكلهم بخير وصحة وسلامة ورمضان كريم على الكل. والله شفنا يعني آخر 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 10 أيام يبدأ على السحور وعلى الفطور وعلى السحور. يعني بداية رمضان ما الناس فطور قليل يعني يفطرون بالبيت هسه يعني الحمد لله يعني واعتماد الأكثر يعني على الخارج يعني أنت اللي تسوق أنت لازم ما يلحق يطلع يفطر على البيت ففطور يصير هنا عندنا جماعة السحور أغلبيتهم شبابنا الموصل يعني أيسر حدباء سكر كلها أغلبيتهم من الأيسر ما عدا الأيمن يعني الأيسر هم يجون الشباب كلته والله ادش الكباب والتكون معلقه والله احنا يوميا باب جديد صراحه غير احنا يوميا باب جديد واحنا منطقتنا هي بالعقيدات باب جديد بيه لذه وطعم شعبيه يعني من نجي نفوت باب جديد ترتاح يعني قلبك ينفتح والله اليوم ان شاء الله التشريب قص اي نعم اسعارهم حيل رخيصه زينه مناسبه يعني نوعية والله زينة تشريب قص والمشاوي أكثر شيء يعني نعم عليها طلب كثير نعم الأسعار زينة والله يعني بثمانية يعني المعون تشريب قص بستة درجة أولى اللحم عراقي نعم. ارتفاع اللحم ما أثر عليكم شيء؟ بلا شلون يعني بس احنا نحاول يعني نمشي الامور يعني على ما هي واحد يجي يغير جو هنا على شاي خانه و... شعبيه بالضبط رحم الله عليك والله بعدنا الساعه 8 وصلنا هسه بعدنا اي والله والله اسعار مناسبه ما شاء الله اي والله حيل حلوه ما شاء الله اجواء رمضانيه حلوه ما شاء الله والله اكيد باب جديد كوننا منطقه شعبيه وكذلك رخص الاسعار ومناسبه للكل ومنطقة يعني بيها ونسة بيها ناس كثيرة بيها أجواء يعني واحد يقدر بالضبط بالضبط أكيد يعني إنه واحد يقدر أفضل من المناطق المزدحمة الحمد لله أكلاتنا تميزت على باب جديد وعلى هذا وإن شاء الله بعون الله أكو أكلات قريبة إن شاء الله راح أنزلها إن شاء الله والله عندي الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى عندي المعلاق مطجن عن طريق التركية عند المخلمة الحمراء عن طريق تركيا عندي الدجاج عندي المخ عندي اللحم عندي الكبة عندي شغلات كثيرة مطجنة العرايس الصفراء العرايس البيضاء العرايس الحمراء عندي الحمد لله مفضل الله تعالى شغلات كثيرة وراح ننزل بعد ودحدوحة عندنا الأسعار اللفة ب 1500 دينار والماعون عندنا 3000 دينار وعندنا ماعون خاص يسمونه ماعون الدبل هو ب 6000 دينار ما العوائل